يا مرحبا، أخبار جديدة عم نقدم لكم إياها بفن نيوز لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. وأول أخباري عن بسام كوسا يلي عم يرجع للدراما بمسلسل مال القبان يلي أعلنت عنه الشركة المنتجة بصورة جمعتهم مع المخرج سيف الدين السباعي، وانكتب: الغالي رجع من جديد، شراكة جديدة مع أخ وصديق غالي، بتمنى لك رؤية مميزة وتحدي ناجح مثل ما تعودنا عليك. تتشرف الشركة المنتجة بالإعلان عن بدء تحضيرات مسلسل مال القبان، تأليف علي وجيه يامن حجلي وإخراج سيف الدين السباعي، وإن شاء الله منعلن قريبا من أبطال العمل بالكامل. وبعد ساعات قليلة أعلن عن وجود النجم بسام كوسا بطل في مال القبان، ويذكر أنه فريق هذا العمل من إنتاج لكتابة وإخراج هو نفس الفريق يلي اشتغل مسلسل مع وقف التنفيذ يلي احتل المرتبة الأولى برمضان. سيلينا غوميز تكشف سبب اختلافها قبل وبعد علاقتها العاطفية. عملت النجمة الشابة سيلينا غوميز حالة من الجدل بعد تركها تعليق على مقطع فيديو قديم تظهر فيه وهي بوزن ضعيف جدا خلال سنوات ارتباطها بالنجم جاستن بيبر بسبب تفضيله لبنت النحيلة. وهذا التعليق جاء منها بعد انتشار مقاطع إلها بتوضح الفرق بين وزنها قبل ووزنها بعد. ونشرت مواقع الكترونية على المقاطع يلي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي السبب يلي دفع سيلينا انها تكون بوزن ضعيف هو جاستن، لانه بفضل انه يواعد عارضات الازياء. وبدورها سيلينا ردت وعلقت: ما في هيك حب، هو بفضل عارضات الازياء، اما انا فانسانة طبيعية جدا. انتحار ستيفن تويتش يصدم الجمهور. صدمت أنباء انتحار الدي جي الأشهر بالعالم ستيفن تويتش الجمهور بعد ما قام بإطلاق النار على حاله بأحد الفنادق بلوس أنجلوس عن عمر 40 سنة. الخبر صدم الكل وخصوصي زوجة ستيفن يلي راحت وبلغت الشرطة إنه ستيفن راح لأول مرة بدون سيارته. وخلال هذا الوقت عرفت الشرطة من الفندق بخبر انتحار ستيفن. نشرت زوجة ستيفن وكتبت: ستيفن أضاء كل مكان دخل عليه، كان يقدر العيلة، الأصدقاء، المجتمع قبل كل شيء، وكان قلبه مليان بالحب والضوء، هو كان العمود الفقري للعيلة وراح. بتمنى من الناس تتفهم حالتنا الصعبة وخصوصي لأطفالنا. ستيفن منحبك وحنفقد لك كتير. هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. شوفكن أنا إن شاء الله ببداية أسبوع جديدة حملة معها آخر وأهم التطورات على الساحة الفنية وشو تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.